الساعة كانت أكبر صدمة في حياتي، أكبر صدمة في حياتي هي هذه، لحقاش ما صراحة ما تقبلتهاش نهائيا، وبقى في الحال بزاف، حيتش منين راجلي يمشي يتزوج ويعيش حياته، حياته هذيك ويعاود حياته ويولد وليدات وداك الشيء من حقه، حسيت براسي أنا السبب اللي ما مخلياش يعيش مزيان، واللي ما مخلياش يكون عنده وليدات، واللي ما مخلياش، حسيت براسي أنا السبب أنه ما فرحانش معايا، فهمتوا؟ هذا صراحة هذا الشيء اللي كاين والله. ومنين شفت دوك الميساجات صافي والله، صافي ديك الساعة صافي، في مرة ما بقيتش قادر، فاش قريت دوك الميساجات وداك الشيء حسيت براسي أنا ما بقيتش صالحة. السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم لاباس؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. عارفه راسي غبرت عليكم لمده طويله بزاف، دابا تقريبا شهر وزياده ما درت حتى شي فيديو، ما وليت بنت معكم حتى شي فيديو. من الفيديو اللي كنت قلت لكم راه من الفيديو اللي قبل راكم شفتوه كاملين، الفيديو اللي فرحوا معايا فيه بزاف ديال الناس وكل شيء. غتعرفوا هاد الظروف دابا في هاد الفيديو هذا، وغتعرفوا شنو وقع وكل شيء، داكشي كامل غادي تعرفوه دابا. الحمد لله على كل حال، ما تجيناش غير في الصحة، وأي حاجة وأي حاجة كانت كما بغات تكون. بعض المرات كنبقى نقولوا مع بالنا إلا مشى هاد الإنسان من حياتي، ما عرفش أبر زعما بنادم يمشي من حياتك ولا هذا، بزاف ديال الحوايج كنبقى نقولوا إلا مشاو من حياتنا ما عرفش شنو نديروا هذا، وسبحان الله ما متوقع والو، الحياة كتستمر كيف ما بغات تكون الظروف، الحياة كتستمر، حتى شي حاجة ما كتوقف عليها الحياة، هذه حاجة أكيدة. فالحمد لله على كل حال. مهم، انا صراحه ما عارفش منين غنبدا لكم، مخربقه مني كنغبر عليكم بزاف صراحه، كيوقعوا بزاف ديال الحوايج، ماشي حاجه، ماشي جوج، ماشي ثلاثه، بزاف ديال الحاجات ما كنعرفش منين نبدا لكم. ف دابا لقيتوني خارجه باش نتقداو داك الشيء، حيت ما بقى ليا والو في الدار وهذا، وقلت غندير معكم هذا الفيديو هذا كيف ما جا، وغادي نهضر معاكم من القلب، ومن قلبي غنهضر معاكم ونقول كل شيء، وكيف ما بغى يجي الفيديو غادي نلوحو لكم. والله هذا الشيء اللي قلت مع بالي، وهذا الشيء اللي غادي يكون ان شاء الله، كيف ما جا الفيديو غادي نلوحو لكم. عفوي بحال هكا. مهم البنات، كيف ما كتعرفوا كاملين، كلكم متتبعين ديالي كاملين، في الفيديو اللي قبل كنت قلت لكم بانه درت التيست وكان خرج بوزيتيف، وكنت فرحت بزاف، وشحال فرحوا معايا ديال الناس، ومهم بزاف ديال الفرحه كانت في ذاك الفيديو. وكما كيعرفوا المتتبعين ديالي كاملين انه انا كان عندي مشكل ديال الوليدات، وما من وقع ليا الاجهاد الاول صافي، من تما ولا عندي مشكل اني نولد مره واحده اخرى. فتبعت مع بزاف ديال الطبيبات، بدلت المهم بزاف ديال اللي تبعت معاهم، والو ما كانتش نتيجه، ولكن ما كاينش مستحيل، الا ربي بغى لك واحد الحاجه راه صافي ما كيبقاش مستحيل، الا بغى ربي شي حاجه تكون راه كتكون صافي. حتى مؤخرا كانوا جاوني بزاف ديال الاعراض اللي شوفوا هذوك الاعراض اللي جاوني تماما بحال اللي جاوني في الحمله الاولى، وحتى التست بحال الحمله الاولى، نيشان سبحان الله العظيم، نفس كل شيء نفس كل شيء. فصافي انا يا بكثر داك الامل اللي ما كانش عندي في مره، ولا عندي امل ديال مش نقول لكم ديال 100% ولا اكثر من 100%، وليت صافي عندي واحد الامل كبير بزاف، وخصوصا منين حطيت لكم الفيديو بزاف ديال البنات دخلوا عندي الانستغرام والميساجات عندي وداك الشيء، كيقولوا لي فاطمه الزهراء صافي 100%، راه حنا هاد في الحمله ديالنا راه خرج لنا التيست بحال هكاك وكل شيء صافي، راكي حامله مبروك عليك وهذا، وصافي زدت فرحت. ومنين شفت دوك الميساجات صافي والله صافي ديك الساعه صافي، في مره ما بقيتش قادره نزيد نخبي الفرحه ديالي، عرفت؟ وليت كلي حماس وكلي فرحه وكلي والله البنات، ولكن الحمد لله. مهم انا نكمل لكم القصه وشنو وقع وداك الشيء كامل. فصافي قلت انا يا ما غاديش نزرب ونمشي ندير تحليله حتى يجي مراد، وغادي نمشي ندير تحليله ديال الدم، عاد ديك الساعه غادي نتاكد من الحمل واش كاين 100% ولا ما كاينش، لحقاش التيست ما عرفتش، ما كيكونش زعما مؤكد 100%. فقلت التحليله ديال الدم هي اللي غادي تعطيني داكشي واش كاين ولا ما كاينش. فصافي بقيت كنتسنى، ما بغيتش نمشي نديرها بوحدي حتى لحقاش مراد كيف ما قلت لكم كان مسافر. فصافي خليته حتى جا، وتما كانت اكبر 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 صدمه في حياتي والله ما نكذبش عليكم، لحقاش مراد حتى هو قلتها له فرح. ومهم شنو نقول لكم، واحد
واحد الاحساس ما يمكنش. بعد الطبيبه ما قالت لي حتى شي حاجه لحقاش في الشهر الاول ولا هذا ما كيبان والو، خصك شهر ونص شهرين عاد كتبان كيبان. فمشيت زعما ندير التحليل ديال الدم، الساعه كانت اكبر صدمه في حياتي، اكبر صدمه في حياتي هي هذه. لحقاش ما صراحه ما تقبلتهاش نهائيا، وبقى فيا الحال بزاف، حيت ملي درت التحليله طلعت لي نيجاتيف، يعني ما كاينش حمل. وما نكتبش عليكم بقى فيا الحال واحد الدرجه ما كتصورش، حتى مراد بقى فيا الحال وحسيت به ما عجبوش الحال صراحه، وحسيت براسي انا اللي السبب اللي ما مخلياش يعيش مزيان، واللي ما مخلياش يكون عنده وليدات، واللي ما مخلياش حسيت براسي انا السبب انه ما فرحانش معايا، فهمتوا؟ هذا صراحه هذا الشيء اللي كاين والله. وقلت انا اللي انا السبب ديالو، انا هادي انا دي صراحه قلتها له ديك الساعه، لحقاش نتوما عارفين بنادم ملي تيكون متعلق بواحد الحاجه وما كتكون صافي كيبقى اي حاجه تيقولها. وقلتها له داك الشيء، قال لي صافي حيدي من بالك هذا الشيء وحيدي من بالك هذا كاع هاد الافكار هادو. ولكن ما نكذبش عليكم، شوفوا المراه فهاد خصوصا فهاد الموضوع هذا كتكون حساسه بزاف، ما نكذبش عليكم بقى فيا الحال بزاف. واخا انا راضيه بالقضاء والقدر ديال سيدي ربي الحمد لله، وانا باقا كنقولها مع بالي تنقولها، تنقول انا باقا صغيره وهادي وهادي، ولكن في نفس الوقت كنقول ربما ما يكونش مكتب ليا، ربما هادي ربما هادي. وعاوتاني كنولي نشوف وليدات صغار برا ولاد، وتنقول علاش انا وعلاش اساس. يجيو بزاف ديال الاحاسيس اللي كيتخربقوا وما غيحسوا بيا غير البنات اللي كيدوزوا من نفس الشيء، هما اللي غادي يحسوا بيا. هو كنلقى بزاف عاوتاني ديال الميساجات كيقولوا لي علاش راجلك ما زعما ما يتزوجش، راجلي يمشي يتزوج ويعيش حياته هذيك، ويعاود حياته ويولد وليدات وداك الشيء من حقه. كنلقى بزاف ديال الميساجات بحال هكا. شوفوا راه هذا الشيء انا كيجيني في بالي، راه ماشي زعما غيجيكم في بالكم غير نتوما. بالنسبه للبنات اللي كيقولوا لي هاد الهضره وتيدخلوا باش يقولوا لي هاد الميساجات، راه انا هذا الشيء كيجيني في بالي. ولكن واش انتي، انا كنهضر معاك انتي اللي تقولوا لي، ولا البنات اللي تقولوا لي بحال هاد الهضره في الميساجات، واش غتقبلي انتي تشدي راجلك وتعطيه لواحده اخرى؟ غادي تقدري؟ راه هذه مجرد افكار كتجي تجي وكتبقاي تفكري فيها تجيك سهله، ولكن فاش كتجي تطبقيها راه صعيبه. وخصوصا انا زعما ماشي زعما صافي فقدت الامل في مره ولا صافي ما بقاش امل، ولا بالعكس يعني باقي زعما باقي الوقت، باقي بزاف ديال الحوايج. ولكن كنلقى بزاف ديال الهضره بحال هكا، هاد الهضره هذه شويه كتجرح. نقول لكم الصراحه لحقاش هذه هضره الصراحه في شويه قاصحه، حيت كتبقاي تحسي براسك بحال عندك شي نقص، بحال راه عندك ما انت ما بقيتيش صالحه، ولا هكا وليت كنحس براسي فاش كنقرا بحال هكا. فاش قريت دوك الميساجات وداك الشيء حسيت براسي انا ما بقيتش صالحه في مره، والله والله العظيم عرفتي واحد واحد الاحساس في شكل، وخصوصا في ديك الوقيته اللي كتكوني انتيا فهمتوا. الحمد لله على كل حال. واخا هاد الميساجات هادو كنت قريتهم قبل ما نقول في داك الفيديو راه ونوريكم التيست وداك الشيء، هاد الميساجات كنت قريتهم قبل، ولكن والله العظيم تتحسي بواحد النقص بزاف ديال الافكار ماشي هما دوك. المهم نكمل لكم. فصافي من بعد بقيت قادره ندير حتى شي حاجه، دخلت في واحد الحاله اللي ما زويناش، واحد الحاله اللي خايبه، وحتى مراد ما بقيتش كنتعامل معاه زوين، وليت غير مع راسي ما عجبني حال. المهم وانا شوفوا وحق الله انا عارفه راسي كنرضى بالقضاء والقدر، كنرضى المهم ترضى باي حاجه عطاها لي سيدي ربي تنقول الحمد لله. ولكن في هذا الموضوع هذا شويه تيكون حساس، بعض المرات ما كتبقايش قادره صافي، العاطفه كتغلب عليك وهذا الشيء اللي كاين. المهم من بعد البنات صافي كما قلت لكم ما بقيتش كنتعامل مع مراد مزيان وداك الشيء، فصافي اضطر انه يرجع للخدمه ديالو، وانتم عارفين انه الخدمه ديالو كيسافر فيها وداك الشيء. فصافي رجع للخدمه ديالو، علاقتنا في واحد الفتره ماشي غنقول لكم ما بقاتش زوينه ولا 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 شي حاجه بحال هكايا، بالعكس علاقتنا كانت عاديه، ولكن شويه بحال توترات واحد شويه بسبب هذا الموضوع هذا. لحقاش ملي كيولي كتكوني فاقده الامل في واحد، ماشي فاقده الامل، ما انا ماشي فاقده الامل بالعكس مازال عندي امل الحمد لله، غير هو زعما ملي وقع داك الشيء وطلعت تيست بحال هكاك وداك الشيء ولا عندي يعني ماشي ولا عندي غير امل، يعني كنت متاكده وكنت كنقول صافي وهادي وهادي صافي، بديت نفكر شنو غندير، شنو نصايب البيت، شنو ندير نصايب شي حاجه.
صراحة والله شي حاجة اللي في شكل بزاف، وعليها باش من بعد منها توترت العلاقة ديالنا، لحقاش حتى هو ولا عنده صافي يعني بتاو بحال كان عنده بالتأكيد، وداكشي من قلتها له. هذا انا فاش ديك الساعة فاش طلع لي التيست بحال هكاك، صافي انا قلتها له عادي في التليفون وداكشي، وصافي زعما فرح وداكشي عندي يعني ردة الفعل ديالو كانت في شكل وهذا، ولكن زعما كنت ماشي غادي ندير فيديو وندير ردة الفعل ديال راجلي وهذا، راه قلتها لكم ديك الساعة، قلت لكم راه قلتها له، يعني حيت شي حاجة اللي الصراحة شي حاجة اللي حساسة بزاف، خصوصا حنايا عندنا مشكل في الوليدات وهذا، راه صافي خصك تقوليها له هكاك بحال هكاك وصافي حتى تتأكد. انا ما كنتش متأكدة، وكان ضروري خصو يمشي معايا باش ندير تحليلة ولا يمشي معايا ضروري عند الطبيب وهذا، فما يمكن لي ندير لا مفاجأة لا حتى شي حاجة، فصافي قلتها له بحال هكاك، ولو كان بصح وهذا فصافي غادي يعرفها غير بحال هكاك. ولكن الحمد لله ما زعما ما صدقش داك الشيء، والله لك الحمد. وكيف ما قلت لكم علاقتنا كانت توترت واحد الفتره، وانا عاوتاني كنت مشغوله مع شي حوايج وهذا، فصافي خليته هو يركز في خدمته، فصافي ما بقيت لا كنعيط عليه لا حتى شي حاجه. واحد السيمانه ما بقيت لا كنعيط عليه لا حتى شي حاجه، ما كنهضروا مع بعضياتنا ما والو، صافي خليته يرتاح مني صافي، وانا كذلك. فمنين تشوفوا راسكم وصلتوا لواحد الحد ديال انكم بحال ولات العلاقه ديالكم متوتره ولا شي حاجه، من الاحسن تبعدوا على بعضياتكم، ما تهضروا ما حتى شي حاجه، ما تقولوا للناس رحنا مخاصمين، ما تقولوا والو، ابعدوا على بعضياتكم وخليكم مرتاحين صافي. من بعد ملي غادي تجيو تهضروا تهضروا عادي. فداك الشيء علينا مني جينا هضرنا صافي، هضرنا عادي. وكاين بعض البنات اللي كيصيفطوا ليا كيقولوا ليا صافي واش طلقتو، زعما واش طلقت انا وراجلي صافي، ما بقى بيناتنا والو بسبب الاولاد بسبب هاد المشكل هذا. لحقاش كاين بعض البنات اللي عاقوا منين غبرت انا بزاف، قالوا ليا فاطمة الزهراء غبرتي راه يمكن حيت ما حاملاش ولا حيت ما صدقتيش حامله ولا شي حاجه. والله الا كاين بعض البنات بزاف اللي عاقوا بانني غبرت على هذا المشكل هذا وهذا. وكاين بعض البنات اللي كيقولوا لي واش هنا بعدا فاش كنغبر، راه بزاف د البنات كيدخلوا عندي كيقولوا لي واش طلقتي ودي راه ما طلقناش الله يهديكم. راه كلشي كيدوز من المشاكل، واش غير زعما غير حيت حنايا حياتنا عادي. انا كنشوفوا واحد الحاجه، حياتنا عادية بحالها بحالكم، راه حنايا كنبانوا في السوشيال ميديا وانتم ما كتبانوش في السوشيال ميديا عادي جدا، حتى حنا نقدروا ندبزوا على اتفه الحوايج، نقدروا فهمتوا عاديه حياتي. انا بعدا كنشوفها، انا نهضر على راسي، حياتنا انا ومراد عاديه بزاف بزاف بحال حياه كل واحد عادي. زعما حيتاش كاين بعض الناس اللي كيشوفوا بحال هكايا كيتفرجوا فينا وداك الشيء، ماشي غافيه انا، بزاف الناس اللي كاينين في السوشيال ميديا كيجيب لهم الله راه عايشين حياه مثاليه ولا عايشين حياه في شكل عليهم، وراه عادي. انا بعدا على راسي كنهضر عادي بحالي بحالكم، كأي زعما كأي عائلة عادية جدا، نقدروا ندابزو نقدروا نتخاصمو نقدروا يوقعوا بيناتنا مشاكل، يقدروا غير انا مابقيتش كنقول مابقيتش كنهضر مابقيتش كنخرج الهضره، ولو الاقرب الناس ليا ما كنهضرش، واخا كنكون انا ومراد زعما متناقشين ولا شي حاجه ما كنقولها ما والو، صافي حتى كيتحل داكشي بوحدو، صافي حتى كيتحل راسو كنخلي له راحتو، حتى هو ثاني كيخلي ليا راحتي صافي، حتى كتصلح الامور حتى كتصلح الاحوال. وهذا الشيء هذا الدليل ديالو هو انه راه دابا رجع هذه تقريبا يومين، وانا دابا كاينه في الطوموبيل كنا غادي نتقدى، وقلت له خليني حتى نصور مع البنات فيديو عاد ديك الساعه نمشي نتقدى. وهو مشى جلس مع واحد تلاقى مع واحد صاحبه راه هو في القهوه حتى نسالي انا، ولا ساليت انا قبل منه ديك الساعه، دابا نبقى نتسنى حتى يجي. فهاد الشيء اللي كاين البنات، يعني حنا راه ما مفارقين حتى شي حاجه. انا قلت لكم هاد الهضره دابا باش ما تقولوش راه ما معاياش ولا شي حاجه، راه ما كاينش معايا دونك راه حنا تفارقنا على هاد السبب ولا شي حاجه، فما كاين والو. انا ما كنبغيش كاع زعما هاد الهضره ديال الفراق وهاد الهضره ديال سميتو ما كنبغيش كاع نقولها، ولكن يعني ضروري خصك تجاوبي لحقاش منين كتبقاي ساكته، يعني كتثبتي بان داكشي اللي زعما اللي قالوا عليك الناس ولا هذا راه بصح. فهاد الشيء اللي كاين البنات الحمد لله على كل حال، يعني اي واحد يقدر يطيح في حال هذا المشكل هذا، اللهم لك الحمد. المهم هو ما ياثرش هذا الموضوع علينا. كما كنقول لكم بالنسبه للبنات اللي كيقولوا لي خلي راجلك يتزوج، خليه يمشي يتزوج، خليه يمشي يدير حياته، خليه زعما يدير حياه جديده، هذا فراه ماشي سهله. انا ماشي سهله نهائيا، غنشد راجلي وغنعطيه لوحده اخرى، فهذه راه حاجه اللي ما ودي تقبلها حتى شي بنت، ولكن
الا كتبت عليا واحد النهار ولا هذا راه ما عندي ما نقول لكم، ولكن انا صراحه ما رضاش على راسي، ومش ما رضاش على راسي، دابا بزاف البنات فهموها في شكل ما غاديش نقدر، فهمت؟ وما غاديش نقدر، كل وحده والنفس ديالها. ولكن انا ما نقدرش الصراحه والله. كاينين بزاف ديال البنات كي كيتزوجوا رجالهم وتعيشوا مزيان مع راجل مع مرته راجلها وداكشي، وعادي تعيشوا مزيان كاسره عاديه، ولكن انا اختي ما نقدرش، انا صراحه والله ما نقدر، كتجيني قاصحه بزاف، واخا مع بالي بعد مرات تنبقى نقول تنزرعوا راه عادي وهادي وهادي، ولكن اختي ما نقدرش نهائيا. واخا هو هذه الفكره، هذه الفكره ما ندخلهاش كاع على راسو وما كيفكرش فيها، وانا كنهضر معاه فيها تيقول لي انت كتخربقي وهي كتقولي صافي سكتي من هذه الهضره هذه، راه ما هذه الهضره هذه ما خصهاش نهائيا تتقال وكتبقاي تقوليها، ولكن شنو غادي ندير؟ يعني انا تجيني في بالي واحد الحاجه تمشي كنقولها له باش نتاكد حتى واش كيفكر في هذا الموضوع ولا ما كيفكرش فيه. صافي ما تيفكرش في هذا الموضوع الصراحه، ما كنشوفه الصراحه كيفكر فيه، والله الا ما اختي الله الا ما صافي شنو فراسي عنده. غنضحك معكم البنات. المهم اختي الحمد لله على كل حال، دزت من واحد الظروف، هذا هو اللي خلاني نغبر عليكم هذه المده كامله، هي هاد الظروف هذه، فهذا الشيء اللي مكتب الله، اللهم لك الحمد، ما عندي ما ندير. يعني ما بغيتش نجي لكم بشي فيديو اللي فاش نكون في ديك الحاله، وهذا ما بغيت نجي حتى بشي فيديو، قلت صافي فاطمه زهراء خليني حتى نولي مزيان ونولي بخير ونولي هي هذيك عاد ديك الساعه نقدر نخرج بشي فيديو ونهضر معاهم. فاش جمر النهار اللي جا فيه كنا مشينا سافرنا، ولكن رجعنا من نهارنا، يعني مشينا سافرنا ورجعنا من نهارنا، ما بقيتش كاع كنبارطاجي معكم لا صفر لا حتى شي حاجه ما كنبارطاجيها، والله وليت واحد المعجزه مني ما كاين بحقاي في اليوتيوب، ما عرفتش علاش. مشينا سافرنا واحد النهار ورجعنا غير نهار، يعني نهار مشينا وجينا فيه وصافي البنات، وكاين حتى واحد المفاجاه دارها ليا دابا تشوفوها في شي فيديو، في واحد الفيديو ان شاء الله دابا تشوفوها، وصافي هادشي اللي كاين. المهم الحمد لله على كل حال، وصافي البنات. المهم ما بغيتش ندير لكم فيديوهات فاش كنت في ديك الحاله، دابا انا مني وليت مزيان راني صافي، انا جيت ودرت معكم فيديوهات الحال ظلام وعاد خصني نمشي نتقدى وداك الشيء وصافي. المهم كنتمنى يكون عجبكم الفيديو وتكونوا فهمتوني، وكنتمنى نكون شرحت لكم كل شيء وجاوبتكم على جميع الاسئله ديالكم. فهذا الشيء اللي وقع ليا كنتمنى ما نكون نسيت والو، اكيد راه واقع بزاف ديال الحاجات وبزاف ديال ولكن ما يمكنش ندخل معكم في لي ديتاي وما يمكنش نقول كل شيء، فانا كنقول لكم غير زعما غير سطحيا شنو كاين وشنو واقع، فما يمكنش ندخل في لي ديتاي، راكم عارفين يعني اي عائله ولا اي جوج اي كوبل يقدر يطيحوا في مشاكل، ولكن مهم هو ما يتقالش داكشي، ولا العائله ولا اقرب الناس ليك، وما خصش شي حاجه اللي كتكون خصوصيه ما خصهاش تقال وما خصهاش تخرج، باش صافي يعني داك المشاكل كيوقعوا كيتحلوا يعني اي حاجه تتوقع عندها حل، غير المهم ما تكبرش وما تخرجش العائله وتخرج لكل شيء، فديك الساعه كتولي مشكله ما كتقدرش تحل، ديك الساعه كيولي مشكل ما عندوش حل، حيت كيدخلوا فيه بزاف ديال الاطراف وكيدخلوا فيه بزاف ديال الاراء وبزاف ديال الاطراف، ما كيبقاش عندك مشكل غير بينك وبين الراجل، كيولي مشكل بينك وبين الراجل والعائله وكل شيء كيدخل. كنت كنفكر انني نتمنى وداك الشيء شحال هذه، راه كنت شاركتها معكم وكان وقعوا لي شي عكوسات وداك الشيء، صافي وليت ما بقيتش كنفكر في ديك الفكره، و يعني شنقول لكم ما تمشي غير فيما مشاك الله، هذه هي اللي كاين، ما تمشي غير فيما مشاك الله، وكانت مكتبه ليا شي حاجه ولا كان مكتب لي انني غادي نجيب وليدات وداك الشيء راه مكتبه، ما كانتش مكتبه، راه ما غادي يكونوا لا وليدات لا والو، الحمد لله على كل حال. وانا جاوبتكم على كل شيء وكنت معكم صريحه فهاديك في الشيء اللي غادي نقدر انا نجاوبكم عليه، كنت معكم صريحه والله البنات، وحتى في الموضوع ديال خلي راجلك يتزوج، خلي راجلك يمشي يتزوج، خليه يمشي يعيش حياته، خليه يمشي باش يدير وليدات، وخليه باش زعما يدير عائله ويدير سميتو، فهادي حتى هي جاوبتكم بكل صراحه، وماشي غنقول لكم وماشي مشكل، وهذا انا قلت لكم داكشي اللي كنحس به، وكل بنت وباش كتحس، كاين البنت اللي غادي تجيها عادي وتقدر تقبلها وتجيها عادي وتعيش مزيان وعندها عادي، وكاين البنت عاوتاني اللي ما غاديش تقدر، داكشي على حساب كل بنت وكيفاش. انا ما نقدرش ما نكذبش عليكم، ما نقدرش نهائيا، ما نقدرش يعني، حتى اي كنجي نفكر فيها وهي بمجرد التفكير كتجيك هذا، ولكن ملي كتجي تطبقيها راه صعيبه بزاف والله، صعيبه
اوه الا بغى هو شي نهار ولا بغى شي نهار يقول لي يا فاطمة الزهراء بسلامه، انا ما بقيتش بغيت هذا الشيء، ما بقيت بغيت صافي، ما بقيتش بغيت انا نمشي نكون اسره، ما بغيتنيش حياتي، فصافي غادي نقول ليه الله يعاونك. هذا الشيء اللي كاين. الواحد يكون داير على شي يرجع، داير مستقبله، داير مهم ماشي تقي عايشه بوحدك وعايشه مكرفصه ولا هذا، المهم تكوني عايشه وخايشه بوحدك عايشه مزيان. وهذا هذا الشيء اللي نقدر نقول لكم، انا نهضر معكم بصراحه دابا بلا ما تجي عندي شي وحده وتقول لي لا وباغي ديري المشاكل ولا بغا ندير لا مشاكل لا والو، انا كنهضر معكم عادي، وهاد الهضره كنقولها حتى المراد، كنقولها بيني وبينه تنقولها له، تنقول له هذاك الشيء اللي تنحس به تنقوله له، والله زعما ما كاينش عندي مناش نقول هضره هو حتى يمشي يقولها يشوفها في فيديو ولا عادي، هاد الهضره راه عاديه، الواحد يكون واقعي واحد شويه، ماشي انا غنقول ليه هي ماشي مشكل وانا ما باغياش من الداخل، ولا غنقول ليه ولا ملي غيجي عندي هو شي نهار ما نعرف، ما كنعرفوش شنو كاين، ما كنعرفوش شنو جاي، ما كنعرفوش شنو جاي في الدنيا ولا شنو غادي يوقع ولا ما كنعرفوش شنو كاين، هو بنادم يدير الاحتياط ديالو، الا جا عندك الراجل لحقاش الراجل شحال ما قدو يصبر غادي يجي واحد النهار، الا كان انا فيا واحد المشكل وما غاديش تعالج ولا ربي شنو شوف ربي شنو مكتب عليا، اجي واحد النهار يقول لي فاطمة الزهراء راه شنو بغيت نتزوج ولا بغيت ندير عائله ولا هذا، شنو ديك الساعه انا غادي نبقى نبكي ولا هذا، ما البكا ما كاينفاش. المهم البنات كنتمنى يكون عجبكم الفيديو، وما نزيدش نطول عليكم اكثر من هكا، صافي حدي هنايا، ودابا غادي نشوف مراد، غادي نعيط لمراد، رانا مضويه غير بالتليفون باش تشوفوني لحقاش طلع من الحال، غادي نعيط ليه باش نمشيو نتقداو ونمشيو للدار نديرو عشيوتنا، وها حنا بخير وها حنا غادي مع الحياه وصافي، وبنادم يخلق السعاده من والو، اختي خلقي السعاده لراسك، عيشي وانت فرحانه، ديري اللي كيقول لك راسك، ما تكون شي حاجه اللي غادي تادي بها راسك ولا تادي بها الناس ولا شي حاجه، ديري اي حاجه كتفرحك، عيشي خرجي لبسي، ديري داكشي اللي كتشوفي انت فيه راسك مرتاحه ولا هذا. شوفوا حنا البنات واحد الحاجه كنكونوا مقلقين وما عجبناش الحال وما فرحانينش وهذا، كنديروا غير شويه ديال المكياج ولا نصايبوا شعرنا ولا هذا، كنوليو فواحد الطاقه واحده اخرى عاوتاني، وحاجه واحده اخرى تهلاي في راسك، تهلاي في المظهر ديالك، ريحتك، كلشي يكون فيك هذا، كتكوني الثقه ديالك زايده في راسك، كتكوني ثقتك زايده في راسك، فاش كتكوني مهليه في راسك من جميع الجوانب، تكوني مهليه في راسك من كلشي، كتكوني مرتاحه. شوفوا البنات والله انا كنهضر معكم عن تجربه، ديري داكشي اللي انت مرتاحه فيه، ديري داكشي اللي انت مرتاحه فيه واللي انت كتشوفيه، لحقاش غيجي واحد الوقت وغتندمي، غتقولي علاش ما عشتش كيف ما بغيت انا، علاش ما درتش داكشي اللي بغيت انا، علاش تبعت فلان وفرت لان وهذا، وهذا كيقول لي وهذا يقول لي ديري وهذا يقول لي فعلي وهذا يقول لي تركي. ديري داكشي اللي انت مرتاحه فيه، ما تديش على واحد يقول لك اشنو ديري ولا الاخر ينصحك ولا الاخر يقول لك شنو هذا، ولا انت اللي كتشوفي حياتك وكتشوفي شنو صالح لك وشنو ما صالحش لك. البنات المهم بسلام عليكم، كنبغيكم بزاف بزاف، ونتلاقاو في شي فيديو واحد اخر ان شاء الله يكون حسن من هذا، وهذا هو اللي مكتبه ليا سيدي ربي، والحمد لله على كل حال، اللهم لك الحمد، انا حمد ربي وشكرا، وبسلام عليكم.